السياسي سليمان العقيلي. أهلا بك معنا أستاذ سليمان. أستاذ سليمان، يعني المملكة حريصة على أمن واستقرار الكويت ودعم أيضا قيادتها وحكومتها وشعبها، كيف يبدو شكل هذه العلاقة الوثيقة على مر التاريخ التي تربط البلدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقدم خالص العزاء لقيادة وشعب الكويت في فقدان ورحيل الشيخ صباح الأحمد، ونبارك لسمو الأمير نواف الأحمد وندعو له بالتوفيق لقيادة الكويت نحو مستقبل مشرق. لا شك أن العلاقة السعودية الكويتية ضاربة في أعماق التاريخ، وهي تجلت في عدة منحنيات تاريخية. أولا عندما لجأ لها في نهاية القرن الثامن عشر الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبد العزيز، ثم في الحقيقة العلاقة بين العائلتين الكريمتين، عائلة سعود وعائلة الصباح، وتجلت هذه العلاقة في المواقف المشتركة بين الأسرتين وبين الدولتين في كافة التحديات والأزمات التي واجهت المنطقة وواجهت البلدين. وأثبتت الحقيقة الأيام والمحن والأزمات أن البلدين في صف واحد وفي ونحو مصير واحد ونحو هدف واحد، وأن كلا البلدين في قارب واحد ونحو ميناء واحد، كما هو مصير شعوب هذه المنطقة العربية جميعا في مواجهتهم للأخطار الماثلة وفي شراكتهم بالسراء والضراء. نعم لك أستاذ سليمان. يعني ماذا يدل ترحيب المملكة ومساندة من تختاره الأسرة الحاكمة في الكويت أميرا للبلاد؟ المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين وسمو ولي العهد والحكومة والشعب تدعم خيارات الأسرة المالكة الكويتية، أسرة آل صباح الكريمة، وخيارات شعبها الممثلة في مجلس الأمة، وتدعم الحقيقة ما يتفق عليه أهل الكويت. ولا شك أن أهل الكويت قد اتفقوا سابقا عندما اختار الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد في عام 2006، وستؤيد الكويت ما يختاره سمو الشيخ نواف أمير الكويت الجديد لولاية العهد. ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي تعودنا على القيم الراسخة في احترام خيارات بعض ودعم بعض والتقدير الكامل لأنظمة وتقاليد الأسر المالكة في هذه المنطقة. وما في شك أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأشقائها، إنما تدعم خياراتهم واختياراتهم، وهي في على كل حال معهم قلبا وقالبا في السراء والضراء، وهي داعمة لخيارات الكويت أميرا وحكومة وشعبا. ولا شك أن المملكة العربية السعودية أثبتت مع الأيام وفي كل المحن والظروف والأزمات أثبتت أنها خير شقيق وخير صديق وخير معين لأشقائها في المنطقة العربية، وبالخصوص في منطقة الخليج العربي، وبالذات للكويت أسرة وشعبا ودولة. والمملكة العربية السعودية كانت دائما على الدوام تقدر موقف الكويت ومواقف الكويت الأخوية تجاه المصالح المشتركة
وتجاه التحديات الماثلة أمام المملكة العربية السعودية، والمثل بالمثل. الرياض ظلت وفية دائما للكويت ووقفت معها في كل التحديات التي واجهتها وفي كل الأزمات والمحن التي مرت بها، وهذا ديدا الأشقاء في الرياض والكويت المحبة والوفاء وتبادل المواقف المخلصة، وهذا ما عودنا عليه قادة البلدين والأسرة الحاكمة في كلا البلدين. نعم، لكن كيف تصف هذه السلاسة في انتقال السلطة؟ هذا يؤكد على الموقف الموحد للأسرة المالكة الكويتية، وعلى ثبات تقاليدها، وعلى وحدة عاطفتها، وعلى الإخلاص في أعمالها ولدولة الكويت، ويؤكد على احترام أفراد هذه الأسرة للتقاليد والقيم والقوانين التي وضعها الآباء المؤسسون للكويت في بداية الستينات عند استقلال دولة الكويت عام 1961، وأن الجميع أميرا وأسرة وشعبا يخلصون للمبادئ التي وضعها الآباء المؤسسون لهذه الدولة، التي أثبتت يوما بعد اليوم أنها قادرة على الانتقال نقل السلطة من عهد إلى عهد ومن شخص إلى شخص في تطور يدل على محبة أهل الكويت ووفائهم لقيادتهم، وعلى احترام أسرة آل صباح لكل القيم النبيلة التي توشحت بها الأسر المالكة في منطقتنا العربية، وهي قيم عربية وإسلامية مخلصة ووفية لمن رحل، وتتسم بالوفاء والولاء لمن تولى السلطة، وهذا ديدا الأسر الحاكمة في منطقة الخليج العربي أو في الدول العربية في منطقة الخليج. نعم، إذن كان معنا من الرياض الباحث السياسي سليمان العقيلي. شكرا لك أستاذ سليمان.